حسين لما نزل إلى الساحة نزل شايل القرآن لابس ملابس رسول الله وقف ما بيناتهم قالوا انسبوني من أنا؟ أنا ابن رسول الله، أنا أحد الخمسة، أنا أحد أصحاب الكساء، أنا ابن بنت نبيكم، أنا سيد شباب أهل الجنة. بعدين أنا شنو تطلبوني؟ بدم لكم أرقته، بمال أخذته، بسنة غيرتها، بشريعة بدلتها؟ شنو الجواب؟ نقاتلك بغضا وعنادا لأبيك أمير المؤمنين. ذولا اللي يقولون عنهم شيعة. نقاتلك بغضا وعنادا لأبيك أمير المؤمنين. رشقوه بالسهام رشقة واحدة فرجع وهو يقول اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريد. فعلا أخذت الجراح. ما تتصور هاي رشقة من السهام ورشقة من الحجارة وحتى من وقع على الأرض. لما سقط على الأرض وهو مدخن بالجراح أخذه نشف الدماء، أخذه نشف الدماء حتى استنزف جسده. ويقول السيد رحمة الله عليه، يقول قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع، تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع. ويا ريت الأمر اقتصر على الجراح بس، لا، تعال شوف المثلة. اجوا إلى الأعضاء توزعوها بالسيوف، الأنامل قطعوها، بعض الأعضاء شجوها، الرماح شجرتهم، شجرة الرؤوس، شجرة الأجساد، وظلت الأجساد صرعى على وجه الأرض إلى أن رحلت عيال الحسين والأجساد على التراب على الثرى. يمر عليها الليل وهي صرعى، المخيم بجانب خالية ما بها رجل، والأجساد بجانب على الثرى تشفي عليها الذاريات.